إعلان السلطات المصرية عن فشل المساعي الدولية لحل الأزمة في البلاد طرح عدة سيناريوهات في الأفق قد تلجأ إليها قوة الأمن لفض اعتصامات الإخوان في الميادين. صحيفة الشرق الأوسط كشفت في عددها الصادر اليوم عن تفاصيل الخطة الرسمية التي ستعتمدها الحكومة المصرية لفض اعتصام جماعة الإخوان في ساحة رابعة العدوية وميدان النهضة، والتي تتضمن فضا متدرجا للاعتصام بدلا من الفض الحاسم، وذلك في محاولة لحماية المتظاهرين وتجنب أي ضرر قد يلحق بهم. مصادر خاصة للصحيفة أفادت أيضا بتنفيذ خطة القادة المصريين خلال الساعات 48 المقبلة، وستبدأ الخطة بفض اعتصام ميدان نهضة مصر في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة لاعتباره أيسر بكثير وأقل تكلفة من فض اعتصام رابعة العدوية. أما اعتصام رابعة فسيتم اعتماد الخطة البديلة لفضه، وذلك عبر اتخاذ سلسلة إجراءات من بينها منع الدخول والخروج من وإلى الميدان، إضافة إلى منع إدخال الطعام للمعتصمين فيه، قطع الكهرباء والمياه عن الساحة. وتتضمن الخطة استخدام خراطيم المياه ووسائل أخرى معروفة عالميا لفض المظاهرات. العملية قد تستمر عدة أيام أو أسابيع. أما اللجوء لهذا الخيار فعززته التقارير الأمنية التي رصدت هشاشة الوضع في رابعة العدوية في الأسبوع الأخير مقارنة بما كان عليه في بداية الإطاحة بمرسي، إذ أصبحت خطابات قيادة الإخوان تصيب أنصارهم بالملل، خاصة بعد الوعود الكثيرة بقرب عودة مرسي. ريتا سليمان، العربي.